لم يكن احد فينا احنا الثلاثة على الاقل ضد دوري المحترفين. لكن الاخراج اللي حصل ده انا بسميه اخراج الفوضى. ان انت كان من المفروض كنا 48 نادي بشكل واضح اهوت، كان المفروض ال 48 نادي دولت يصنع منهم من داخلهم دوري محترفين، 16 نادي 18. طب ما احنا تخطينا الكلام ده يا باشمهندس. لا ما تخطيناش، ما هو احنا خلي بالك ايه فايدته النهارده؟ اقول لك فايدته ايه دلوقتي؟ ان انت مش عارف تعمل مسابقه منظوريه. ليه؟ مين قال لك كده؟ 20 نادي. لا لا لا، ده بالعكس هو وفر لك 5 مليون جنيه. انا اول دور اهو عندي ثواني بس، انا دي كيرنس. عندي سفريه الغردقه مكادي، عندي سفريه النصر التعدين وما ادراك ما النصر التعدين، وعندي سفريه اسوان زي بعضه. لا ده لسه ما جاتش الدور الثاني ان شاء الله. لا اسوان، انا بقول الدور التعدين النصر التعدين اسوان. انت حظك صبرا بس، وبدل ما اروح صبرا وهطلع للاسيوطي يا حبيبي بعسكر عنده، بس انا بعسكر اسبوع مش رايح يوم وجاي فيصطدني. فتكلفه الثلاث مباريات دول تحديدا تكلفه ليست هينه، وحتى الان في ثغرتين بقى، عشان كده بقول لك يعني انا غير سعيد. كان من المفروض اعلان بدايه الدوري مع هذه الكره. الدوري عن اعلانه دلوقتي تلاقش دلوقتي فورا اعلنوا لك عليا انت طلباتك اوامر، ويطلع ليه بتصريح، ويطلع ليه باستباق صحفي، ما يطلع يوم اعلان النتيجه. اذا انت بتتكلم على ثواني بس اذا بتتكلم على احتراف وعلى تقدير، انت النهارده عملت القرعه اول يوم يوم كذا، يكفي ان كل يوم المدير الفني بيقول لي ابدا معسكر امتى، طب اروح ازاي، طب اتعاقد ازاي. كلنا محتاسين، كل رؤساء الانديه صحيح، وكل المديرين الفنيين مش عارفين يعملوا ايه ويرتبوا ترتيبات الفرقه. بعد اذنك انا اسف، ممكن يكون المدير الفني بتاعك بس، انا كل اللي كلمتهم ال 19 ما عدا الكابتن ايمن الجبل عارفين هيعملوا ايه. يعملوا يعني ايه؟ يعني انا كلمت الكابتن ايمن يعني إيه إيه يعني انا دلوقتي مديري الفني عارف بدايه الدوري امتى؟ ايه المشكله هتفرق معايا؟ لا 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 احنا بنتكلم، لا يعني هيفرق معايا 19 من 20 لا 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 يا باشا بقول لك ايه، هو انت ما تدافعش عمال على بطالة مع عبد الناصر. لا 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 يا باشا كان يجب واقول لك كان وارجو دلوقتي ادخال مداخله من حد من مسؤول من الاتحاد يعلن لنا دلوقتي موعد طلب واضح اهو، موعد بدايه المسابقه امتى؟ والله يا باشمهندس خضر انا شايف ان احنا مش لاقيين في الحلو حاجه، قلنا احمر الخدين ما زي الفل. يا والله عايزين يعني احنا دلوقتي الحمد لله النهارده جايين فرحانين ان في قرعه اتعملت، حضرتك دلوقتي رحت رامينا اضطراب على الفرقه وقلت لنا فين الميعاد، يعني اختزلنا الدنيا في الميعاد دلوقتي، يعني هيفرق معاك الميعاد؟ هو الدوري الممتاز تعمل له ميعاد؟ ايوه الدوري الممتاز هيتعلن 1/9. ثواني هو لسه اعلنوا قرعته 1/9 يا فندم؟ اعلنوا قرعته؟ ايوه 1/9 القرعه. ايوه 1/9 ومعاده معاه هيعلنوا في نفس القرعه 15/9 انطلاق يا فندم اتعلن. نيجي على الحاجه الثانيه، معلش بعد اذنك انا استسمحك بس اذا كنا عايزين ندير حلقه لصالح الكره المصريه ولصالح الناس اللي قاعده تتفرج علينا ارجو ان احنا يعني نسمو بالحديث ان احنا نوصل للناس صالح الكره المصريه، نمشي في الاطار ده. هو الانتقادات ايا كانت من حق اي واحد ينتقد، ولكن يجب انها تكون اشاره، ولكن مش هنقعد نتكلم كل واحد قرعه ناخد القرعه مش عايزين ندافع عن لا 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 بقى. الحاجه الثانيه بس الحاجه الثانيه اول بند كان المفروض نعلن الميعاد بشكل واضح. الحاجه الثانيه لان النهارده انت اعلنتني البرنامج بتاعي وانا بقيت عارف ان انا عندي على الاقل من ال 19 ماتش ثلاث مباريات هيكلفوني من 1,200,000 ل1,500,000 جنيه في الثلاث سفريات. فين الفلوس بتاعه الرعايه؟ فين اعلان اذاعه المباريات؟ فين اعلان تصوير المباريات؟ الكلام ده كله اللي احنا كلنا حريصين عليه. عايز تعرف مين المسؤول اخطاء الماضي؟ معلش في عجاله انا مش عايز اتكلم في لا لا اسمعني انا ليه اخطاء الماضي؟ لان احنا بقالنا 100 سنه وسبعة تقريبا او 100 سنه و15 واحنا في كره القدم عايزين نعيش في جلباب الدوله المصريه، وزاره الشباب والرياضه والاعانه يا ريس والمعونه يا ريس فين الفلوس يا استاذ خضر، ومعاك يعني من اهم الناس اللي اشتغلت في اوروبا وعملت صرح كبير جدا على الفكر اللي هو اخذ من بره. الكره لا تدار بالاعانات، والكره لا تدار
بان انا النهارده انت بتتكلم على انك انت عندك 3 مباريات هيكلفوك اولا المبلغ دهوت انا شايف انه كبير جدا 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 على ان احنا تعمل 3 مباريات بمليون وشويه ما فيش اقتصاديات مدروسه صح والا ممكن اقول لك الثلاث رحلات دول بالنسبه لي هيكلفوا ثلث المبلغ ده او ربع المبلغ اللي انت بتقوله فهي برضو اداره المحفظه بتاعتك انت بتديرها بطريقه وانا بديرها بطريقه والحاج محمود بيديرها بطريقه الشاطر اللي هو طبقا للظروف طبقا للاوضاع الاقتصاديه اللي بيمر بيها ان يوجه المحفظه بتاعته بما يحافظ له على كيان نمره 2 انا مش هنقعد طول عمري نأخر في مسألة الاحترافية ومسألة دوري محترفين ومسألة ان انا انهض بكرة القدم المصرية احنا كنا قاعدين في اجتماع في اتحاد الكرة من كام يوم وقام احد الناس بتكلم للأسف يقول لك احنا اللعيبة بنأكلها فول وطعمية هم رايحين للمباريات هل ده كلام هل احنا عايزين نعمل احترافية وما زلنا بنتكلم ان اللعيب بيأكل فول وطعمية ولا بيأكل فراخ يا جماعة دي صناعة والصناعة ده هي لا يمكن بهذا الفكر ان احنا نقعد نتكلم على طول فين المعونة الاول طب ما جبتولناش فلوس ليه لا واحنا قلنا الكلام ده في حلقة قبل كده يا عبد الناصر ان انت عندك منتج غير ظاهر المعالم الفلوس مش هتظهر بالنسبة لهذا المنتج الا بعد ما هذا المنتج تعرضه للناس انت النهاردة بتقدم حاجة غير معلومة الهوية فخلينا الاول نعمل قوة دفع وتتحمل ديكرنس تتحمل وتعمل المحفظة بتاعتك تخلي المبلغ ينزل من مليون الى 200,000 300,000 وتبذل المجهود ده هو السنة دي علشان تقدر توصل في وقت تاني ان احنا يبقى فعلا عندك مداخيل تخليك بتشتغل وانت بتحقق مكاسب حقيقية مش عن طريق انها معونة لا هتجيلك من اتحاد الكرة بالامر ليه لانك انت حققت نجاحات نتج عنها مدخولات خدت نصيبك من مدخولات لكن احنا النهاردة بالظبط زي واحد بيبني مصنع وعايز ياخد المنتج بتاعه وهو لسه بيبني في العواميد استحالة فدي نقطة بس مهمة احنا بس مبدئنا عشان نرد على دي لا نطالب بأي إعانات ولا نقبل الإعانات لأي نادي لا ما زال المفهوم ده موجود نحن نطالب بحقوقنا المشروعة لدى الاتحاد وليست الإعانات واحد تمام. اثنين اشتراط دوري المحترفين تقول حقوقنا المشروع في يا باشا صبرا بس مين اللي قال يا باشا هم نفسهم من السنه الماضيه واللي قبلها أيوة. لما اتكلمنا على دوري محترفين قالوا احنا عايزين نعمل دوري محترفين عشان نعمل قوه مسابقه عشان نسوقه لسهوله التسويق طيب. النهارده ان احنا نبدا المسابقه ومفيش اي خبر عن التسويق اللي حصل فمش هيجي فلوس انا بكلمك كراجل تسويق لا يمكن لسه قايل لك الكلام ده لا يمكن لمنتج أن يحقق أرباح ومدخولات قبل ما يتعرض هم تفاجئوا بالكلام ده النهارده بس هو لا الكلام ده استاذ محمد هو المشكلة هل هنعرض المنتج ده السنة دي بشكل كويس وده المفروض ان احنا نتكلم فيه تمام ده الضمانات اللي احنا عايزين نضمنها ان لازم المنتج ده يتعرض بشكل كويس السنة دي عايز الضمان الضمان في كلمة واحدة مجهودك ومجهودي ومجهود الخضر بيه وقوة الدفع اللي احنا هنساعد بيها الكرة المصرية وليس انديتنا لا لا لا. لما نيجي نتكلم النهاردة ونقول انا النهاردة هنسافر وهيكلفني مبلغ قد كده طب انا كده طب لو ما فيش بس في المباريات يبقى ايه الفرق بين الدوري ده واي مجموعة كنا بنلعب هل عندك معلومة مؤكدة ان ما فيش بس انا بسأل انا بسأل ما ده لو ما اتعرضش عشان كده احنا بنقول دلوقتي بنحذر برافو حاج محمود يبقى انت هنا إن بتقول انا بسال هل من المعقول ان احنا النهارده جايين كتلات انديه بيتكلموا على الاستثمار الرياضي بيتكلموا على النهوض بالكره المصريه ان احنا نصدر طاقه سلبيه للموضوع ما نصدرش بس احنا بندي يعني بندي عشان هم الناس تشوف الموضوع يمشي ازاي لا انا رايي شخصي اذا كنا فعلا عايز تدي طاقه ايجابيه نبقى بيننا وبين الاتحاد نقعد معاهم ونجتمع معاهم ونقول لهم لا لو سمحتم عايزين بقى نتكلم بسرعه في كيفيه تمويل هذا المكان احنا نقدر نساعد بيه لكن كل حاجه هنقولها انا اسف اي حاجه دلوقتي هنقولها عن طريق النقد بعد ما العجله اشتغلت والقطار بدا يسير احنا بنصدر طاقه سلبيه الاتحاد مش هو طرف وحيد لكن انت عندك المتحده
عندك انت شوف كم قنوات دلوقتي، كم قناه في اي دوله عربيه. انت النهارده لما تقول لي دوري المحترفين هيتعمل يوم لحد من كل اسبوع، يعني انت عندك 10 مباريات يوم الاحد ومفيش مباريات بالليل، يعني 10 مباريات في توقيت واحد. يعني انت محتاج، المفروض كانت القنوات التانية، وده منتج كويس في جماهير ومنتج جديد عايزين نسوقه، انت كان عندك اون سبورت لغايه رقم 10 دلوقتي المفروض يتعمل. كم قناه فضائيه عندنا في مصر؟ عندنا 100 قناه ما حدش بيشوفها. طيب هل طرحت المتحده او اتحاد الكوره خطته لاذاعه المباريات؟ ما احنا هنا بنقول طيب. عشان الناس تسمعنا. طب انت اتكلمتها من وجهه نظر ان ده تخوف، تحب نقول لك انا رايي من ناحيه ان هي بايجابيه كبيره جدا. سواء المتحده او غيرها، عشان ما بقاش بوجه اي نوع من انواع المجامله لاي جهه، قادره، وانا مؤكد لك ان جميع المباريات ممكن ان يتم اذاعتها وبسهوله كبيره جدا. ده دورك ودوري، بمعنى انا عندي، وعلى فكره ناقشت فيها عبد الناصر، وعلى فكره انا بعت بعض الافكار دي للمتحده، الشركه المتحده، لان هي ما هياش مشكله اطلاقا. وفعلا انت معك حق ان لابد من اذاعه المباريات على قدر الامكان اكبر عدد المباريات. وان كنت اقول لك هناك ميكانيزم او اليه معينه تستطيع من خلالها انك تذيع جميع المباريات، وانا مستعد اقعد مع اداره الاتحاد في وجودكم ونطرح هذا الفكر، وعلى فكره وباقل تكاليف. اذا المشاهد اللي قاعد بيستمع يا حاج محمود قاعد النهارده عايز يسمع حاجه تفرحه، انه هيتفرج على مباريات دي كيرنس وعلى مباريات لافينا وعلى مباريات المنيا، على جميع المباريات دي. بدل ما نقول النهارده استحاله، انا بقول لك اهي، انا بقول لو الوقت البرنامج يسمح انا مستعد اشرح ازاي تزيحها في جميع القنوات، في جميع المباريات، في كل اسبوع. فخلينا نتفق على ان نصدر طاقه ايجابيه وندفع بعجله المشروع اللي هو وليد، ونحاول نساعد وننتقد في بيتنا هناك، نقعد مع الاتحاد وننتقد. طب خلينا الجمهور مش محتاج لطاقه. لا لا لا، احنا ما